derivatives of logarithmic functions اللوج اف اوف اكس للاساس بي كيف بدي اشتقه؟ القاعدة بتحكي لي انه انا باخد ما داخل اللوج هذا بشتقه بحطه في البسط وبعدين بحطه بالمقام زي ما هو في ln الاساس. طبعا عندي انا f of x لازم تكون اكبر من صفر عشان الدومين للوغاريتم. ناخد امثلة find y prime log x تكعيب زائد 5 للاساس 2. هون شو راح تكون المشتقة؟ كسر نجهزه. مشتقة ما داخل اللوج اللي هي 3 اكس تربيع على ما داخل اللوج في لن الاساس اللي هي الاساس هون 2. السؤال الثاني لوج ساين الاكس شو راح تكون واي برايم هون؟ كسر مشتقة ما داخل اللوج اللي هي الساين شو مشتقتها؟ كوساين على ما داخل اللوج في لن الأساس. طبعا هون الأساس بما أنه مش مكتوب الأساس فبيكون الأساس إيش؟ 10. خليني أرتبها شوي كوساين على ساين اللي هي كوتان على لن 10. طيب هلأ مشتقة اللن شو راح تكون؟ طبعا إحنا بنعرف أنه اللن هو نفسه لوج لكن الأساس إله إي فلن أوف أوف إكس راح تكون المشتقة إف برايم الإكس اللي هي مشتقة ما داخل اللن على ما داخل اللن. هلا المفروض في لن الأساس على حسب اللوغاريتم اللي هو لن الأساس اللي هي الإي لكن الإي لن الإي إيش جوابها؟ واحد. فإذا هون ما في داعي لها فراح تصفي مشتقة لن الاف الاكس اف برايم الاكس على اف الاكس. طبعا اف الاكس اكبر من صفر. ناخذ امثلة find y prime. مثال الاول y بتساوي لن الاكس y prime ايش راح تساوي؟ مشتقة ما داخل اللن اللي هي مشتقة الاكس ايش مشتقة الاكس؟ واحد على ما داخل اللن اكس. واي بتساوي لن اكس تربيع زائد واحد واي برايم بتساوي مشتقة ما داخل اللن اللي هي مشتقة الاكس تربيع زائد واحد شو مشتقتها؟ اتنين اكس على ما داخل اللن اكس تربيع زائد واحد. واي بتساوي لن كوساين اي قوة اكس واي برايم شو راح تكون؟ مشتقة ما داخل اللن اللي هي كوساين اي قوة اكس شو مشتقتها؟ سالب ساين اي قوة اكس في مشتقة الزاوية على ما داخل اللن نفسه. هلا ساين على كوساين هي كوتان فبتصير سالب كوتان اي قوة اكس مضروبة باي قوة اكس. طيب مثال اخر على لن. هلا واي بتساوي لن الاكس بدي دي واي على دي اكس لما اكس بتساوي اي شو راح تكون المشتقة هون؟ طيب هاي لن خليني اجهز. هلا مشتقة ما داخل اللن طبعا عندي لن هون يعني اي كومبوزيشن فمشتقة ما داخل اللن اللي هي ايش الاقتران اللي داخل اللن هو لن فشو مشتقته؟ واحد على اكس على ما داخل اللن اللي هو برضو لن الاكس. هلا لما بدي اعوض بالعدد المعطى معي اللي هو اكس بتساوي اي راح يكون عندي واحد على اي على لن الاي طبعا لن الاي واحد فراح يكون الجواب واحد على اي اللي هي اي قوة سالب واحد. تمام. هلا لو كان عندي مطلوب مثلا برضو المشتقة لكن اللن داخله في absolute value
هلأ في عندي قاعدة اللي هي مشتقة لن الأبسوليوت فاليو برضو بتساوي 1 على x، يعني بتجاهل الأبسوليوت فاليو، بتجاهل الأبسوليوت فاليو نهائيا. فهون راح أطبق هون القاعدة، فمشتقة ما داخل اللن اللي هي مشتقة ساين الإكس زائد إكس، كأنه الأبسوليوت فاليو مش موجودة، فراح تكون كوساين الإكس زائد 1 على ما داخل اللن اللي هو ساين الإكس زائد إكس. ولو أعادت تعريفها أنا واشتقيتها راح يطلع معي نفس الشيء. أوكي، هلأ بدنا ناخد مثالين على اللوج. find y prime. المثال الأول y بتساوي log الإكس للأساس 7، والمثال الثاني y بتساوي log 7 للأساس x. هلأ هدول المثالين في فرق بيناتهم، هون عندي الأساس عدد وهون عندي الأساس متغير. طيب هلأ الأساس عدد هاي على القاعدة اللي أخذناها، على القاعدة الأصلية اللي هي قاعدة اللوج، اللي هي مشتقة ما داخل اللوج على ما داخل اللوج في لن البي. لكن الثانية هاي مختلفة لأنه الأساس متغير أو الأساس function، فهاي بدنا نعالجها بطريقة ثانية. خلينا نحل المباشرة y prime، هاي مشتقة ما داخل اللوج اللي هي مشتقة الإكس، مشتقة الإكس 1 على ما داخل اللوج في لن 7. انتهى الحل هون. أما هون مضطر إني أعالجها بطريقة مختلفة. في عندي من خصائص اللوغاريتمات إنه في عندي إذا كان عندي لوج a للأساس b بقدر أكتبها لن الـ a على لن الـ b. فهون باستخدام نفس القاعدة الـ y بتصير لن 7 على لن الـ x. هلأ جاهزة للاشتقاق. هاي عبارة عن ثابت على اقتران، ثابت على اقتران، فراح تكون سالب الثابت في مشتقة المقام على المقام تربيع. رتبها شوي، سالب لن 7 على اكس لن الاكس الكل تربيع. فبدنا ننتبه اذا كان الاساس عندي هون function ممكن يكون اكس تربيع زائد 1، او اذا الاساس عدد. مثال مختلف. هلا find y prime، في عندي هلا فكرة للوغاريتمات واللين، ممكن يعطيني سؤال انه بدي المشتقة لهذا المقدار. هلا لو اشتقيت بالطريقة التقليدية انه مشتقة ما داخل اللين على ما داخل اللين، هاي رح تكون كتير معقدة وجربها. فأنا هون ما رح أشتق بالطريقة العادية. أول إشي رح أستخدم خصائص اللين، يعني في عندي عملية القسمة هاي بتتحول لطرح، فبصير عندي لين إكس تربيع ساين الإكس ناقص لين الجذر. أوكي، هلأ عملية الضرب هون، عملية الضرب بتتحول لجمع خصائص اللين، فبتصير لين الإكس تربيع زائد لين ساين الإكس ناقص. هلأ هون ممكن أنا أكتبها 1 زائد x لكل قوة نص، أو 1 زائد x قوة نص. هلأ القوة هاي على حسب خصائص اللين بتنزل لبرا، فبصير عندي y بتساوي 2 لين الإكس زائد لين ساين الإكس ناقص نص لين 1 زائد x. هلأ صار السؤال جاهز، ممكن إني أشتق، وهاي طريقة أبسط من إني أنا أشتق بدون تبسيط. فبتصير 2 مشتقة لين الإكس اللي هي 1 على x زائد لين الساين مشتقته اللي هي مشتقة ما داخل اللين اللي هي كوساين
على مداخل اللين ناقص نص لين الواحد زائد اكس مشتقتها مشتقة مداخل اللين على مداخل اللين. ناخد سؤال ثاني نفس الفكرة، لوغاريتم للأساس 4 في عندي هون كوساين الإكس على إكس ناقص واحد تكعيب إكس تربيع زائد واحد قوة 4. برضو بدي هون فايند واي برايم. لو أجي جربت أحل بالطريقة العادية رح أتغلب كتير لأنه رح تكون المشتقة كتير كبيرة ومزعجة، فهون برضو رح أبسط باستخدام خصائص اللوغاريتمات وبعدين بشتق. فعملية القسمة هاي برضو نفس المبدأ بتتحول لضرب، فبصير لوغاريتم كوساين إكس ناقص لوج إكس ناقص واحد تكعيب إكس تربيع زائد واحد قوة 4. طبعا لا ننسى الأساس 4. هلا بفرط هاي كمان اللي هي رح تكون عملية الضرب هون بتتحول لجمع، فبتصير لوج هاي جمع. اوكي هلا الأسس هاي بنزلها وبتصير عندي هون 3 وهون 4 وهيك شلت الأسس. هلا بتكون جاهزة للاشتقاق، فواي برايم بتساوي اوكي مشتقة اللوج اللي هي مشتقة ما داخل اللوج اللي هي سالب ساين على كوساين الاكس في لن الأربعة هون ناقص 3 واحد على إكس ناقص واحد لن الأربعة زائد 4 إكس تربيع زائد واحد مشتقتها 2 إكس وهون إكس تربيع زائد واحد لن الأربعة. رتبها شوي، ممكن أخذ واحد على لن الأربعة أعمل مشترك. هلأ ساين على كوساين اللي هي تان، فممكن هاي تكون سالب تان ناقص 3 على إكس ناقص واحد زائد 8 إكس على إكس تربيع زائد واحد.